الأخ محمد من الرياض معنا على الخط، تفضل أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أثابك الله يا شيخ. عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، هل في حديث عن البقر أن لحمه داء ولبنه دواء؟ والله لا أعرف شيء من هذا، البقر من الطيبات. أثابك الله. ولكن إذا كان فيه مرض، إذا كان فيه مرض أو فيه شيء عارض فقد يكون، أما إذا كان سليما فلا أعرف ما يمنع من أكل لحمه، وهو من الطيبات. نعم.